إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشعب البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتيل، ونتواجد بالضبط بالقرب من تجزئة أم كلثوم التي شهدت جريمة بشعة جدا بهذه المدينة الهادئة وبهذه التجزئة اللي معروف عليها بالهدوء والسكينة. للأسف الشديد فهذه المدينة مع كل مناسبة أو من حين إلى آخر تعكر صفوتها بعد الجرائم المتفرقة اللي كتوقع بين الفينة والأخرى. نرجعوا لتفاصيل هذا الجريمة التي هزت مدينة مرتين متابعينا الكرام، وكانت فجر يوم الجمعة المنصرم متابعينا الكرام، يعني لغد اللي كان غادي يصبح يوم فجر يوم الجمعة، يعني كان غادي يصبح يوم الجمعة متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشاب. 7 ديال الأشخاص أو ديال الشباب ينحدرون من مدينة سلا يعتدون بالضرب المبرح المفضي إلى الموت، والضحية شاب 20 عنده بالضبط 22 سنة يقطن بهذا الحي ديال تجزئة أم كلثوم متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشعب. برافو لرجال الأمن هنا بمفوضية أمن مرتيل الذين استطاعوا في ظرف وجيز جدا أنهم يتمكنوا من إلقاء القبض على هاد 7 ديال الأشخاص اللي شاركوا أو اللي ساهموا في هاد العملية ديال التصفية الجسدية. هاد الشخص كيف قلنا اللي كيبلغ من العمر 22 سنة الإشارة متابعينا الكرام، فهاد الجريمة خلفت استياء عميقا لا بالنسبة لعائلة الضحية وكذلك الجيران وكذلك ساكنة مدينة مرتيل وكذلك الزوار والمصطفون ديال مدينة مرتيل اللي كيعرفوا بأن هذه المدينة تنعم بالأمن والأمان شأنها كشأن باقي المدن المغربية. الإشارة متابعينا الكرام كاين واحد النقطة بغينا يعني نأكدوا عليها، أن المنازل المعدة للكراء فما خصاش يعني نكريوها لأي شخص معين، خصوصا ما كيكونوا الشباب 5 6 7 كنعرفوا بأن الطيش ديال الشباب، وبالتالي فالكراء المجموعة ديال الأشخاص ديال الشباب فكيكون كيشكل خطر، ومن المتوقع جدا أنهم نوقع له بشجارات ونزاعات، لأن كنعرفوا الطيش ديال الشباب، كنعرفوا الشباب ملي كيكونوا مع بعضيتهم 5 6 7 8 10 فكيزعموا عكس ملي كيجي شاب مع الأسرة ديالو فهو كيكون مراقب أكثر أنه يمشي مع غير الشباب باش أنه يدوز عطلة ديال الصيف، وكذلك نداء للأسر أنهم ما يطلقوش لوليداتهم أنهم يمشيوا مع أصحابهم باش أنهم يخيموا، الشاب خصو يمشي مع الأسرة ديالو باش أنه يخيم باش أنه يدوز العطلة ديال الصيف. والنتيجة هي هذه، 7 ديال الأشخاص من مدينة سلا يعني جاوا لمدينة مرتيل بغرض التخييم. أنا ما عنديش معطية شكون هما هاد الشباب، واش كيقراو، واش من ذوي السوابق، واش مجموعة ديال الأسئلة حنا كنطرحوها متابعينا الكرام. نتمنوا إن شاء الله كيف قلنا أن العملية ديال الكراء أنها ما تبش غير للشباب اللي ما معاهمش مرافق، وكذلك الأسر ما يطلقوش لوليداتهم أنهم يجيو يكريو ويخيموا بوحدتهم، لأن الشباب ما كيكونوا مع بعضيتهم فقادرين أنهم يديروا شي حاجة اللي هي خايبة. والجريمة ديال فجر يوم الجمعة فهي لا تختلف كثيرا على هذا المعطى اللي قلت. إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، فشاب يبلغ من العمر 22 سنة اعتدوا عليه 7 ديال الأشخاص ينحدرون من مدينة سلا يعني حوالي 4 فجرا حوالي 3:30 فجرا. للأسف الشديد فالشاب تعرض يعني للضرب المبرح المفضي إلى الموت، سلم روحه يعني مجرد وصوله إلى مستشفى سنيترمل هنا بمدينة تطوان. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه مناسبة باش نقدموا أحر التعازي والمواساة لأسرة الشاب اللي كيبلغ من العمر 22 سنة، وإن لله وإنا إليه راجعون. ونتمنوا إن شاء الله أن مثل هذه الجرائم التي تعكر صفوة ساكنة الشمال وساكنة المملكة المغربية أنها تتوقف، خصوصا وأن 7 ديال الأشخاص فهما في مقتبل العمر وأكيد بأنه في سن الطيش، بأن هذه الجريمة فلم يكن مخطط لها، لم يكن جريمة يعني بدافع السرقة. ربما هذا الشاب هذا داز حداهم، ربما احنا كنعرفوا
الشباب العنفوان ديال الشباب، ربما وقع شي تصادم بيناتهم يعني بالنظرات او بالكلام مما ادى الى نشوب نزاع بيناتهم. طبيعة الحال سبعة ديال الاشخاص غادي يغلبوا واحد الشخص واحد، تم استعمال العصي والهروات وكذلك الحجارة، ولكن اكدت بعض المصادر بان يعني الجرح اللي تعرض له الشاب 22 سنة اللي كان حاضر من مدينة تطوان وهو من عائلة معروفة هنا بمدينة مرتيل وكيقطن يعني بتجزئة أم كلثوم، هو يعني اللي كان السبب باش أنه يفقد الحياة، لأنه حسب ما أكدت بعض المصادر اتصلنا بها عن طريق الهاتف فقالت بأن الشاب يعني نزف الدم منه بزاف متابعينا الكرام، وبقى يعني تقريبا نصف ساعة أو 40 دقيقة وهو ينزف دما في انتظار وصول سيارات الإسعاف اللي قامت بالنقل دياله إلى مستشفى صنيعة الرمل، ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني وصل العمار كيف قلنا، وبعد ذلك بسويعات يعني استنفار أمني هنا أوقع بمفوضية أمن مرتيل اللي استطاعوا أنهم يتعرفوا على الجونات، وفي ظرف قياسي وجيز تمكنوا من اعتقال سبعة ديال الأشخاص. طبيعة الحال كاين مساهم كاين مشارك وكاين فاعل أصلي، يعني كل واحد والنيابة العامة وأكيد المحاضر ديال الضابطة القضائية باش غادي تتابعوا. حنا ما غادي نسبقوش يعني التحقيقات اللي جراوها أو اللي جرات الضابطة القضائية هنا بمفوضية أمن مرتيل بالتنسيق مع النيابة العامة، أكيد باقي التفاصيل الدقيقة فهي اللي غادي تكشف عليها من خلال البحث اللي غادي تنجزو الضابطة القضائية وغادي تسلمو للنيابة العامة في انتظار بداية المحاكمة. غادي نضربو لكم موعد مع أننا نواكبوا هذه المحاكمة ونعرفوا باقي التفاصيل الدقيقة اللي يمكن نأكد بأن هناك عنف، ربما عنف متبادل، ربما يكون الضحية حتى هو حاول أنه يدافع على راسه، لأن سبعة ديال الأشخاص كل واحد ما غادي يضرب أكيد بأنه حاول يدافع على راسه، واللي قلنا متابعينا الكرام الواقعة ما عندها حتى شي علاقة بالسرقة، الواقعة هي واقعة اعتداء، واقعة عنف، واقعة الضرب والجرح المفضي إلى الموت. ورجال الشرطة كيف قلنا هنا بمفوضية أمن مرتيل في ظرف وجيز تمكنوا من إلقاء القبض على هاد سبعة ديال الأشخاص اللي هما معتقلين ويتم التحقيق معهم في المنسوب إليه. نتمنى إن شاء الله متابعينا الكرام أننا نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وتحية خاصة لرجال الأمن الوطني سواء هنا بمفوضية أمن مرتيل الذين أبانوا ويبينون دائما على أنهم يعني في مستوى يعني المقاربة الأمنية سواء الاستباقية أو كذلك الوقائية اللي هي من يعني اللي يمكن نقول بأنها هي أسمى هدف بالنسبة للشرطة، وأنها تدخل قبل وقوع الجرائم، وهذا ما أبانت عنه دائما مفوضية أمن مدينة مرتيل. وشكرا جزيلا لرجال الحموشي ولرجال الأمن الوطني. إذا متابعينا الكرام ما بقى لي إلا أنني نودعكم وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.